سواء وزارة الأوقاف أو الأزهر أو الإعلام أو كافة المؤسسات في أن نكون أمام المفهوم الصحيح للدين الإسلامي. وفي هذا المقام أختم حديثي كما بدأته بالترحيب وبقوله تعالى: أما الزبد فيذهب وفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الحوار لا شك أننا سنكون أمام نفر منه، وسنخرج بإذن الله منه أمام مفهوم صحيح، ومن له سؤال معالي الوزير هيجيب عليه الإجابة الصحيحة والسديدة والسليمة التي لا تتوفى إلا وجه الله، وأن نكون أمام فهم وإدراك سليم وسديد وصحيح لهذا الدين العظيم، دين التسامح، دين المحبة، دين التراحم، وهو جوهر الدين الإسلامي. شكرا معالي الوزير، نستمع إلى معالي الوزير. بداية كل الشكر والتقدير لسيادة المستشار بهاء أبو شقا رئيس حزب الوفد والأستاذ وجدي زين الدين وكل الهيئة العليا وأعضاء حزب الوفد وكل السادة النواب المحترمين على وحضراتكم جميعا على هذه الدعوة التي أشرف أن أكون بينكم في هذا الوقت الهام جدا الذي نحتاج فيه إلى تكاتف جهودنا جميعا لنبقى بوطننا إلى الدرجة التي يستحقها بين مصاف الدول والأمم الأكثر تقدما بإذن الله تعالى. إذا كانوا يقولون رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي طبعا بعض علماء نسب إلى الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير الخطأ يحتمل الصواب، إحنا نقول لا بالتنشيط، ليس هذا الحزم، بل قد يكون كلا الرأيين على صواب، الاثنين صح، بس ده صح من جهة والثاني صح من جهة، أو أحدهما راجح والآخر مرجوح، والأقوال الراجحة ليست معصومة لأنها ليست كلام أنبياء وليست قرآنا، والأقوال المرجوحة ليست مهدومة، بل قد يكون الرأي راجحا في زمان ثم يصبح مرجوحا إذا تغير الزمان أو المكان أو الحال. والقرآن الكريم صحيح الانتساب للمستشار حاجة مهمة جدا. الإمام الشافعي لما كان في العراق عمل ما سمي أربع الفتاوى اللي تتناسب مع البيئة، لما جاء مصر وأراد تغير المكان والأحوال يعني أفتى بفتاوى تخالف عن ما أفتى به في العراق، فسمي المذهب القديم بالمذهب القديم والمذهب الجديد. ده الإمام الشافعي هو وفي نفس الزمان، لكن البيئة اختلفت. والحقيقه اديك مثلا نموذج كده، يمكن ارسلت مستشار زكاه القضيه بقى بيعملوا منها قضيه جدليه كل عام زكاه الفطر، انت داخل على رمضان كل عام وانتم طيبين جميعا ان شاء الله، يجي يقول لك تلاقي واحد متشبث اطلعها نقد ولا اطلعها حبوب، ويكاد يصل الى درجه التكفير، واللي مش معقول والاختلاف يصل الى حده وقطيعه.